بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات مدرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي. معكم محمود جلال في درس بعنوان الحياة دائما اثنان. دائما أحب دائما أن أتحدث عن عنوان الدرس، لأن الجواب يفهم من عنوانه. ما معنى الحياة دائما اثنان؟ معنى أن الحياة قائمة على التعاون، لأننا نعيش في مجتمع، فالإنسان لا يحيا بمفرده. إذن كلمة الحياة دائما اثنان، أي الحياة قائمة على التعاون. تعالوا بنا نقرأ الدرس ونفصله تفصيلا. اقرأ. الحياة دائما اثنان. تحلقنا جميعا حول جدي لنستمع إلى حكاياته الجميلة. لو سئلت لماذا تحلق الأطفال حول الجد ليستمعوا إلى حكاياته الجميلة، وكلمة تحلقنا أي جلسنا على شكل حلقة، وجد جمعها جدود وأجداد، حكاياته أي قصصه الجميلة ضدها القبيحة، ونستفيد من خبرته الكبيرة في الحياة. السبب الثاني هو الاستفادة من خبرة الجد في الحياة، خبرته أي معرفته الواسعة. نظر إلينا الجد مبتسما، ضدها عابسا، إذا كيف نظر الجد إليهم؟ مبتسما، ثم رفع يديه متشابكتين، متشابكتين أي متداخلتين، وضدها متباعدتين، وسألنا ماذا ترون؟ بماذا أجاب الأطفال؟ أجبنا جميعا بلا تردد، أي بلا تراجع، والتردد ضدها الإصرار والثبات. نرى يدين متشابكتين، الطبيعي يعني إذا أمر طبيعي. قال جدي معقبا، وكلمة التعقيب هو الإضافة، فمعقبا مضيفا إلى ما قال، أي زاد كلاما على الكلام الذي قاله، فكلمة معقبا مضيفا إلى ما قال. ماذا قال الجد؟ وهكذا الحياة يا أحفادي الأعزاء. دائما الأعزاء مفردها العزيز، أحفاد هم أبناء الابن أو أبناء البنت، ومفردها حافظ. فسأل عليهم مندهشا، أي متعجبا ومتحيرا، هل تقصد يا جدي أن الحياة ممتلئة بالأحداث المتشابكة والمرتبطة بعضها ببعض أم ماذا؟ فقال الجد سأحكي لكم قصة قرأتها منذ أيام لكي تفهموا ما أقصده. قلنا في صوت واحد تملأه اللهفة، أي الشوق الشديد، لنستمع يا جدي إلى حكاية إلى القصة، وسوف نفهم قصدك إن شاء الله. إذن الجد أراد أن يوضح ذلك من خلال قصة. ما معنى نرى يدي؟ ما معنى التشابك في هذه اليد؟ قال جدي يقول صاحب القصة، يبقى الذي يروينا صاحب القصة، لن أنسى ما حييت ذلك اليوم الذي تعلمت فيه أهم درس في حياتي. كنت في الصف السادس الابتدائي، وقد اشتركت أنا وبعض زملائي في مسابقة للرسم. كانت هناك مسابقة، صاحب القصة اشترك فيها وهو زميل على مستوى المنطقة التعليمية. أقول المنطقة ولا أقول المنطقة، المنطقة. على مستوى المنطقة التعليمية تقدم الجميع برسومهم، ورسوم مفردها رسم، وجاءت النتيجة التي لم أتوقعها أي أنتظرها. فازت اللوحة التي أنا رسمتها، أنا وماجد، إذن زميله يسمى ماجد، بالجائزة الأولى. يبقى فازت اللوحة التي رسمتها أنا وماجد زميلي بالجائزة الأولى، عكس الأولى الأخيرة. لن أنسى ما قاله مدير المنطقة، كلمة مدير لا جمع، إما أن تكون مدراء وإن تكون مديرون التعليمية وقتها في الحف. ماذا قال المدير؟ هذه اللوحة رائعة بكل المقاييس. المقاييس أي المعايير الفنية، كما أنها نموذج مثالي للتعاون بين تلميذين. يبقى لماذا فازت هذه اللوحة بالجائزة؟ لأنها نموذج مثالي للتعاون بين زميلين، إذ برع أي تفوق أحدهما في رسم اللوحة، وبرع الثاني في تلوينها. كانت الألوان لا تقل روعة عن الرسم. هناك أعمال أخرى جيدة قدمها كل واحد من المتسابقين بمفرده، ركز بالكلمة دي، بمفرده. أما هذه اللوحة السابقة تعاون،
لكن هذه اللوحة كانت أجمل الأعمال على الإطلاق، وضد الإطلاق التقييد. فتذكروا يا أبنائي طوال حياتكم أن الحياة دائما اثنان. إذا كانت الحياة دائما اثنان نحقق النجاح. هتف شهاب صائحا، هذا ما تقصد يا جدي التعاون؟ فنحن لسنا وحدنا في الحياة. إذا من الذي فهم أولا القصد الجد؟ شهاب. هتف أي صاح ضدها؟ همسة. ما تقصد يا جدي التعاون؟ والتعاون ضده التخاذل. فنحن لسنا وحدنا في الحياة. ماذا قال الجد؟ ابتسم الجد ابتسامة عريضة أي واسعة، وقال بارك الله فيك يا، قائلا بارك الله فيك يا ولدي. وجملة بارك الله هي جملة دعائية، دعاء له بالبركة والخير. هذا ما قصدته تماما. الإنسان يا أحفادي بحكم طبيعته، كلمة الطبيعة جمعها طبائع، لابد له من العقل. أهم جملة في الدرس. الإنسان يا أحفادي بحكم طبيعته لابد له من العيش في مجتمع مما يفرض عليه التعاون. إذا ما الذي يفرض علينا التعاون؟ أننا نعيش في مجتمع يفرض أن يلزم ويوجب مع غيره، والمجتمع الذي ينتشر فيه التعاون لا يضيع فيه أحد، أي لا يضل فيه أحد، لأن أفراده يتكاتفون فيما بينهم لخيرهم جميعا، فيتخلصون من الأنانية. يتكاتفون أي يتعاونون أو يعملون مع متعاونين، وضدها يتخاذلون ويتفرقون. الأنانية حب الإنسان لنفسه فقط، وضدها الإيثار أي تفضيل النفس على الغير. قالت فرح وهنا في صوت واحد: صدقنا يا جد، نحن نتعاون مع زملائنا دائما في أداء واجباتنا المدرسية. ضحك جدي وضحكنا جميعا على الطريقة. طبعا سبب ضحكة الجد كأنها تقول له يا جدي نحن نتعاون من قبل أن نسمع إلى هذه القصة. فضحك جدي وضحكنا جميعا على الطريقة. نقف عند هذه الكلمة. كلمة طريقة جمعها طرائق، أما طرقة طرقاء، وطريق طرق. أسمع جيدا، طريق طرق، طريق طرق، طرقة طرقات، طريقة طرائق. لاحظ الفرق، لاحظ الفرق. التي أظهرت بها منى وفرح اقتناعهما أي رضاهما بكلام، وعددها رفضهما بكلام جدي. قال جدي مختتما أي منهيا حديثه وعكسها مبتدئا: وقد شبك يديه مرة أخرى. النصيحة بقى اللي قدمها: لا تنسوا يا أحفادي أبدا أن الحياة دائما اثنان. إذا النصيحة التي قدمها الجد: ألا ينسوا أن الحياة دائما اثنان، أي أن الحياة قائمة على التعاون، أي أن الحياة قائمة على التعاون. كنا جميعا بلا تردد نعدك بذلك يا جدنا العزيز. وجمع العزيز الأعزاء، وضد العزيز الغالي بعكسها الرخيص. تعالوا بنا نتعرف على أهم مفردات الدرس. تعلقنا أي جلسنا على شكل حلقة. برعان تفوق يفرض يوجب، يتكاتفون يعملون مع المتعاونين. معقبا مضيفا إلى ما قال: الأنانية حب الإنسان لنفسه فقط، وضدها الإيثار، وضد يتكاتفون يتخاذلون أو يتفرقون. البر الخير وضدها الشر. الإثم هو الذنب، والتقوى هي البعد عن معصية الله. هذه الثلاث البر والإثم والتقوى جاءت في آية التعاون، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية تدعونا إلى أن نتعاون على البر وتقوى الله أي طاعة الله، ولا نتعاون على الإثم أي الذنب والمعصية والاعتداء على الآخرين. تعالوا بنا نتابع أهم الأسئلة. كلمة قصص حكايات، قصص حكايات، متعجبا مندهشا، متعجبا مندهشا. الأيام مفردها اليوم، الأيام مفردها اليوم. المناطق، المناطق، المنطقة، المنطقة، المنطقة،
عبس ضد عبس ابتسم، عبس ابتسم. شرهم خيرهم، شرهم خيرهم. حدث جمع أحداث، أحداث. المقياس جمع المقاييس، المقاييس. تعالوا بنا نتعرف على حدد معنى الكلمة التي تحتها خط. حضرت حفلا بهيجا، هي هذه تسمى المعاني المتعددة. يعني ممكن أن تكون الكلمة لها أكثر من معنى حسب سياق الجملة. هنا حضرت حفلا، ما معنى حفلا؟ احتفالا، حفلا احتفالا. طيب لو قلت رأيت حفلا من الأصدقاء، نعم أسمعه جماعة، أحسن، حفلا أي جماعة من الأصدقاء. نخلص من هذا الدرس، نخلص من هذا الدرس أن التعاون يحقق النجاح، وأن التعاون المجتمع المتعاون لا يضيع فيه أحد، ويتخلص أفراده من الأنانية. فتعاونوا يا أحبابي، فالتعاون سر النجاح.